الكلمة السيد شيخ أبو عيسى، تفضل. سيد الرئيس، السادة الوزراء، زملاء النواب، السلام عليكم. الزلف اللون. من بين التدابير الجبائية الصادرة سنة 2010 تبرز عملية فرض العقوبات على الفوترة الخاطئة على جميع السلع، تتمثل في فقدان التخفيض الممنوح على النشاط المعني، إلى أن هذه الوسيلة لمكافحة هذه الممارسة غير القانونية جد هينة، بالإضافة إلى أن هذه التدابير ليست جديدة وإنما تعود إلى سنة 1994. مقابل ذلك هناك إجراء ملموس من شأنه الحد من ظاهرة الغش، يتمثل في الاستخدام الإلزامي للصك المصرفي كوسيلة دفع كل المعاملات. هذا الإجراء لم يطبق إلى غاية اليوم. رغم التسهيلات التي منحتها الخزينة العمومية في مجال تخفيف الضغط الجبائي وتشجيع الاستثمار في القوانين المالية، إلا أن النتائج المرجوة تبقى محتشمة، إذ لم يتخذ أي إجراء وأي تقييم فيما يخص الفوائد أو الآثار على تطور الاقتصاد الوطني. لابد من تطهير مناخ الأعمال، تصويب تشجيع الاستثمار، ويجب أن تعود الامتيازات الممنوحة بالصالح على الاقتصاد الوطني. فرغم الإصلاحات الجارية، إلى أن الموارد العادية تبقى نتائجها ضعيفة. فيما يخص حاصلة التسجيل والطابع، تجدر الإشارة إلى أنه نظراً لقلة عدة مفتشيات التسجيل والطابع، تكتفي هذه الأخيرة فقط برقابة التصريحات، فالرقابة في عين المكان لا تتم إلا نادراً. إن التحصيل عن طريق الجداول لحقوق التسجيل يشكل نسبة ضعيفة جداً، كما يجدر تسجيل أهمية البواقي الواجب تحصيلها في حقوق الطابع والتسجيل إلى غاية 31 ديسمبر 2010 بمبلغ إجمالي يفوق 35 مليار دينار. فيما يخص الرسم على القيمة المضافة الداخلي، بلغ حاصل هذا السطر مبلغ 199.72 مليار دينار. هذه الإنجازات لا تعكس بتاتا الواقع الاقتصادي، وهي ناجمة عن تنامي ظاهرة السوق الفوضوية التي تشجع المكلفين بالضريبة على استخدام الممارسة الاحتيالية كشراء فواتير للاستفادة من الخصم في مجال الرسم على القيمة المضافة. السطر 000 لا يقدم هذا السطر العديم العنوان أي تفصيل عن طبيعة الإيرادات التي يضمنها، ويقدر المبلغ عنه ب 14.93 مليار دينار. السطر 011 المتضمن حقوق الجمارك في استيراد السلع. لاحظ مجلس المحاسبة أن مصالح الجمارك نادراً ما تقوم بالتحري في مدى صحة ونظامية القيم المصرح بها، وبالملاحظات العادية والوثائق المتعلقة بالعمليات التجارية، جمركت المركبات وكذا السلع المقبولة مع الامتيازات الجبائية المقدمة. السطر 061 حاصل الغرامات والحجز. قدرت هذه الحواصل ب 2.65 مليار دينار، وهي ناتجة عن توزيع حساب 500004 تحت عنوان غرامات ومصادرات. يبقى هذا الحساب يسجل رصيدا مقدرا ب 6.676 مليار دينار دون أن يخضع للتصفية من قبل مصالح الجمارك، وهو ما يلحق ضررا بالخزينة العمومية. فيما يخص الجباية البترولية، فإنه على الرغم من إحداث مديرية المؤسسات الكبرى إلى أنها لا تمارس صلاحياتها على أكمل وجه، مثل ما تنص عليه المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 فبراير 2009، لا سيما فيما يخص تسيير الملفات الجبائية، بما في ذلك التكفل بالتصريحات الجبائية في مجال رقم الأعمال ومراقبتها. لا تتوفر إدارة الضرائب على الوسائل الضرورية لرقابة التصريحات التي تقدم لها. تكمن خصوصية الجباية البترولية في كونها لا تستمد مصادرها من الأحكام المتضمنة في قوانين المالية فحسب، وإنما أيضا من قانون المحروقات. فيما يخص حواصيل ومداخل الأملاك، يفسر الضعف الذي يعرفه هذا الحاصل على عدم اكتمال الجرد العام للأملاك الوطنية،
نقص إجراءات التحصيل الجبري، وقد ارتفع مبلغ البواقي للتحصيل المسجل إلى غاية 31 ديسمبر 2010 إلى 19.48 مليار دينار. كما يعود الضعف المسجل في تحصيل الحواس المختلفة للميزانية إلى عدم تكفل شكرا سيد شافع أبو